وايد ناس يسألون عن مفهوم الوقف. الوقف هو استثمار الأصل والتصدق بريعة لأعمال الخير في رضا للرب وخدمة للمجتمع. الوقف صدقة جارية في الحياة وبعد الممات، يصرف ريعة في مصارف الخير اللي أنت تشترطها. الوقف ممكن يكون عقار أو مال، أو أنك تتطوع بجزء من وقتك. قف وفكر في الوقف، الأمانة العامة للأوقاف.